المغرب تشغل الشبكة الاجتماعية سي محمد بولسينا لإضافة إضافات أو تعليق على الحديث. السلام عليكم، نشكر القناة على اتباع الأحداث. إن اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل بدعوة رسمية إلى الحضور لهذا المنتدى الأول المغاربي، وذلك بعد التوصيات التي اتفق عليها في المنتدى التحضيري العالمي الاجتماعي في تونس، واللقاء الأول المغاربي في المغرب يحمل الشهادات، وتم الاتفاق على تأسيس اتحاد مغاربي في الجزائر في تاريخ الأيام التالية 19-20-21 فبراير.